الصدر خسر في جولتين ظاهرا، وهي والثالثة طبعا في طريقها لم تكشف. الأولى هو انسحابه من البرلمان، سحب كتلته. الثانية ما حصل في الخضراء، تتذكر جنابك احنا في حلقة سابقة ناشدنا قلنا له احسم الأمر، لكن ذهب باتجاه خاطئ. كان الحسم يعني عبثي وليس حسما كما كنا نريد، يعني سيستماتيك منظم، أن تكون هنالك إدارة للمرحلة الانتقالية بقيادة ضابط وموظف بعنوان رئيس وزراء. نعم. اللي حصل هو هجوم أتباعه على المقار الحكومية ووجهه بالسلاح وصارت خسائر. احنا طبعا نرفض كل خسائر يعني، وحتى من المجرمين، لأن احنا نريد أن نحاكم المجرمين، لا نريد أن نقتلهم في الشوارع، نريد أن نؤسس دولة قانون، قانون أساء حقيقي. هاي الخسارة الثانية. الخسارة الثالثة الحقيقة ما أشيع من أن حلفاء اللي هم يمثلون السيد البارزاني والحلبوسي بدأوا يذهبوا باتجاه الإطار لتكملة جلسات البرلمان والمسار الدستوري. هذه الثلاث خسائر لأي سياسي مهما يكون وزنه أو حجمه الشعبي أو تأييده الجماهيري لابد أن يضعها في الحسابات، وأعتقد أنت تتفق معي. حتى أكو قضية كانت في بداية الحديث في التحليل الظاهري، أنت عندما اتهمت الصدر أنه قد خسر ثلاثة خسارات قاسية، الأولى هي ما حصل من انسحاب الحلفاء الأساسيين، وهذا يعني الصدر لا علاقة له به، هم انسحبوا وتركوه. هل هذه بداية لعزلة سياسية تمارسها جماعة الصدر عليه؟ القضية الثانية الانسحاب من الخضراء وما حصل من الخضراء، هذا الانسحاب كان اضطراريا، لأنه لو لم تؤد هذه الفتنة لكانت دجلة والفرات قد امتلأت، فما ذنب الصدر في هذا؟ ومنو قال لك ما راح تمتلئ؟ يعني منو قال لك؟ ماكو ضمانة، ماكو ضمانة اللي حصل. نعم ماكو ضمانة. أنا معاك بالحلقة تتذكر قلت لك جهتين تستطيع إيقاف القتال، المرجعية وإيران، هاي الجهتين تستطيع أن تحد القتال. هسه تقول لي المرجعية كيف؟ المرجعية عندها نوع من الحظوة، لا أقول السطوة، على 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 الصدر، تعرف كيف؟ خصوصا بعد اعتزال الحائري أصبح يبحث عن مرجعا يأويه يحميه. تعرف هاي المؤسسات الدينية هكذا تشتغل، مثل طالب مال الدكتوراه إذا ما يشوف له واحد سوبرفايزر يشرف عليه ما حد يمشي، مو صحيح؟ هكذا ما له علاقة بشعبيتك ونفوذك كذا. السيستاني رجل يتحدث عن 300 مليون شيعي يتبعه لكن ما يطلعوا مظاهرات، تعرف كيف؟ الصدر يتحدث عن 100 ألف 150 مليون في العراق لكن فقط في العراق، وهو ليس مرجع، لذلك هو تحت ظلال النجف، وهي خلي تكون واضحة. أحيانا نشوفه مثل المتمرد ولا يتمرد، يعرف أين حدوده التي يقف بها مرجعيا وسياسيا. لذلك الصدر خسر ثلاثة مرة أخرى عيدة ومتها، خسر عندما انسحب من البرلمان، خسر عندما انسحب من الخضراء، بدأت الخسارة الآن عندما انسحبوا منه حلفائه. أنا زين، هو أنا كان سؤالي كان سؤالي من الثلاثة التي أنت ذكرتهم، واحدة يتحملها الصدر بسوء التخطيط انسحاب من البرلمان، لكن النقطتين الأساسيتين الخسارتين الآخريتين لم تكن بذنبه. لا، الثانية اللي هي الخضراء، دخوله للخضراء، لو استمع للصوت العقل اللي حصل الاندفاع الشعبوي ومقابلته بالرصاص وهم رجعوا ردوا بالرصاص، هذا هو كان خطأ تكتيكي. طيب انت كان تحتاج الى بيان سياسي عزيزي، بيان سياسي، وهذا البيان السياسي تعلن فيه سقوط هذه الحكومة، وانه الشعب العراقي كان كله سوف ينضم معه. العراقيين تواقين عزيزي لإسقاط هؤلاء ومنظومتهم الميليشياوية والقتلة. نعم. بس شافوا تردد، شاف محترامي، لماذا تردد؟ انا لا ادري، هسه خوفا من الدماء كما تقول، خوفا من العواقب الى اخره، اتفاقات سياسيه سوف تكشف ذلك لقاء الحنانه. اذا ظهر من الحنانه اشاره الى انه يعطي الضوء الاخضر للاطار بتشكيل حكومه لكن ليس فيها السوداني، او شخص ممكن ان يكون وسطي، او ممكن ان يجدد للكاظمي، وهذا فيه نوع من الاستحاله، تعرف كيف؟ سوف نرى ما هي كانت نوايا الصدر. أنا أتحدث كسياسي الآن مع اعتزازي بالصدر، شخصية مرجعية دينية وطنية ما عندي إشكال عليها، لكن أنا أتحدث عن السياسة مثل ما أنا أنتقد سياسيا خطابي أو ممارساتي، وحضرتك أيضا تنتقد، أيضا هو علي أن يتحمل الانتقاد، لأن الانتقاد في مصلحتي ومصلحة العراق، ليس في ضد مصلحتي وضد مصلحة العراق. نحن نقيم إذا ظهر شيء من الحنانة باتجاه أن تشكل حكومة مع الإطار
أو الإطار، لاحظ كيف فيها طريقين، أما هو والإطار يشكل مثل ما سووها عام 2018 هو وهادي العامري، تتذكر شلون شكلوه وجابوا عادل عبد المهدي، أو يعطي ضوء أنا أخضر بضمانات حقيقة ما أعرف إيش الضمانات تتعلق بالانتخابات غيرها، هذه قصة بعدين راح نكتشفها، لأنها سيطلع كل شيء بعدين وهم، لا انتخابات ولا مصلحة عراق ولا مقارعة فساد ولا سلاح بيد الدولة. وإذا ذهب الإطار وشكل حكومة فأمريكا عند ذلك لديها رأي، أنا الحقيقة ما أقول لك مطلع عليه، ولكن ألمس من الصحافة الأمريكية ومن المعاهد الأمريكية الحقيقية، دراسات استراتيجية مو ربعنا كل ما نسوي له دكان، يتحدثوا على أنه سوف لن يقبلوا بحكومة إيرانية هذه المرة.